خليك معايا بريب 1 في ام هاي 2، والكبسول دي هتلاقيها قررت كتير جدا في الكام سؤال اللي جايين دول. الباسيف، خلي بالك الباسيف، الباسيف ده معناها المبني للمجهول. حضرتك لما تيجي تقرا الجمله بتاعتك، انا ساعات ممكن اكون مش عارف اميز اذا كان ده اكتف ولا باسيف او الكلام ده كله. اكتر حاجه انا بميز بيها الباسيف وجود باي، وجود باي. يعني مثلا على سبيل المثال في الاكزامبل ده اهو، وخليك معايا ما تفتحش اي كتاب، خليك معايا انا. بص يا شباب، هنا هو وجود باي وهنا هو وجود باي، يبقى انا عندي هنا 41 و42 دول مين؟ ده باسيف. طيب الباسيف ده بقى بيتعمل ازاي؟ طبعا احنا قلنا هنا اهو في ازمنه كتيره. على سبيل المثال في البريزنت سمبل، في البريزنت سمبل يا عمر الاساسي عندك ان انت بتحطه في كل الازمنه بي بي، بس عشان هو بريزنت انت بتحط قبل بي بي بتحط از او ار. لما جيت قلت لك ان شادي ايتس توميتوز، انت جبت له توميتوز في الاول وجبت لي شادي في الاخر وحطيت قبلها باي. طيب بعد كده بما ان اتس ده هي بريزنت، فتوميتوز هيتحط قبلها لا اما از لا اما ار. تفتكر توميتوز هيتحط قبلها از ولا ار؟ برافو، هيتحط ار. واجيب الباست بارتيسيبل من اتس اللي هي مين؟ اتد. نفس الجمله ده هي مع الباست سيمبل، بس انت هتغير ايه؟ از وار اصبحوا مودة قديمه، ده بريزنت، انا عايز حاجه ووز اوير ماضي. يبقى في الحاله دي هتحط ووز اوير وبرده البي بي اساسي. يبقى شادي اد توميتوز هتعمل ايه؟ توميتوز في الاول وشادي في الاخر. تمام يا شباب؟ توميتوز بدل ما كانت فوق بتاخد ار، هتاخد هنا مين؟ وير. وهنا مين؟ الباست بارتيسيبل ايتن في الاثنين، هنا كان ايتن وهنا كان مين؟ ايتن. كمل معايا. البريزنت بيرفكت ولسه مع شادي في الجمله بتاعته. البريزنت بيرفكت يا مستر الطبق بتاعه متكون من ثلاث اجزاء، هاف اور هاز، بين او بن، والبي بي. طيب تعال ناخد الاكزامبل بتاع شادي ونشوف هنعمله ازاي. بيقول لك توميتوز هتتحط في الاول، دي اساسي، وشادي ده هو هيتحط في الاخر باي شادي. طبعا انت شايف ان دي الخطوات اللي بتتعمل في كل الازمنه. هل انا في حاجه غيرتها؟ لا، باجي المح بعينيا دي هاز والايتن. بص يا مستر، ايتن ده اهي نازله زي ما هي، بين نازله زي ما هي. هنا بقى شوف توميتوز هتاخد هاز ولا هاف؟ علي الصوت وقول لي. هتاخد هاف. يبقى توميتوز هاف بين ايتن باي شادي اكلت بواسطه مين؟ شادي. تعال نكمل قصه شادي. الباست بيرفكت مش موجود معايا قوي، لكن اللي موجود معايا قوي اللي هو الفيوتشر سيمبل، ودي اللي عمر تقريبا او ادم اللي غلط فيها. ركز فيها عشان ما تغلطش ايه معايا. بص يا مستر، الاساسي عندي ويل، هتحط بعديها بي وتحط البي بي. اديني اكزامبل. نفس الجمله بتاع شادي، شادي تعب معانا النهارده، شادي ويل ايت توميتوز. اعملها ازاي يا دكتور شادي؟ بص يا مستر، يقول لك حط باي، مين يعملها طيب؟ يلا يا ادم. هنحط توميتوز في الاول. طبعا انا بقول ادم لان ادم هو اللي غلط فيها، فهو انا عايزه اطمن عليه. ها توميتوز هتيجي في الاول. ماشي. وباي شادي هتبقى في الاخر. حط شادي بالراحه كده عشان الشادي ايه ممكن يتكسر. ايوه كده، عشان احنا ايه مأجرينه من جارتنا. هنحط بقى توميتوز والبي اي. يبقى هنا اهو الطبق بتاعي مكون من ثلاث اجزاء، ادي ايد اهي هتتحط، ايتن ده تصريف تالت، بي دي ثابته، وويل دي برده ثابته. يبقى ويل بي دول ايه؟ ثابتين. اللي بيتغير ايه ده؟ ليه للايتن؟ حد قاعد في حاجه مش فاهمها؟ عيد تاني يا فاروق. ها تسنيم، ياسين، حازم، مستر محمد، ثانك يو. طب ما تيجي قبل ما نقول ثانك يو هات لي الاكزامبل ده، تعالى نحله مع بعضينا كده. بص يا مستر، بيقول لك هنا اهو they will pick ولا will be picked. هنا يا مستر بص كده، will be مين؟ best participle، عشان كده انا خدت مين؟ will be picked. طيب مين عليه الدور في 42؟ يلا يا عمر، احنا شرحناها. That company، تمام؟ باي، انت محتاج مين؟ باست بارتيسيبل، صح؟ اساسي. اشوف بقى ماضي هتبقى وز وير قبليها، مضارع از وار قبليها، مستقبل ويل بي. شوف انت بقى. عاش الله. واز فاوند ولا واز فاوندد؟ فاوندد. انا سمعتها فاوند. صيام يعني اضغاث احلام. تمام، الله ينور يا شباب، عاش.